السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسين الضريبي. أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، هنتكلم النهاردة إن شاء الله على الدرس الأول معانا اللي هو التكنولوجيا الخضراء. جرين تكنولوجي. إيه هو مفهوم التكنولوجيا الخضراء؟ إيه هي مجالات التكنولوجيا الخضراء؟ إيه هي الفوائد اللي هتعود علينا من التكنولوجيا الخضراء؟ دور مصر في التكنولوجيا الخضراء. ده الدرس الأولاني بتاعنا. يلا بينا. هنتعرف أول حاجة على مفهوم التكنولوجيا الخضراء. ايه هو مفهوم التكنولوجيا الخضراء؟ طبعا هنا التكنولوجيا الخضراء معناها ان احنا هنستخدم ادوات تكنولوجيه تسهم في الحفاظ على البيئه وترشيد استهلاك الموارد. يبقى هتعمل على ايه الادوات التكنولوجيه؟ الحفاظ على البيئه وعدم الاضرار بها طبعا، وترشيد الايه الموارد بتاعتها او استهلاك الموارد. زي ايه؟ زي ان احنا هنستخدم مثلا العربيات اللي بالكهرباء بدل من العربيات اللي بالوقود، وبالتالي هنحافظ على البيئه من العادم وثاني اكسيد الكربون والكلام ده كله. هنستخدم الالواح الشمسيه، هنستخدم طاقه الرياح، الكلام ده كله هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي محافظه على البيئه، بالاضافه ان الحاجات دي مستدامه، طاقه مستدامه. طيب يطلق عليها كمان اللي هو حاجتين، تكنولوجيا مستدامه وتكنولوجيا نظيفه، لان احنا بنتكلم على الشمس، الرياح، الكلام ده كله طبعا نظيفه ما بتلوثش الايه البيئه المحيطه بينا، ومستدامه لان الشمس موجوده على طول معانا. طيب دور مصر، مصر هنا قامت بان هي بدات الفتره الاخيره ان هي تشتغل بالسيارات الكهربائيه، تدخل السيارات الكهربائيه بدل السيارات اللي هي بتشتغل بالوقود او بالحرق او بالعادم، عشان تعمل ايه؟ تحافظ على البيئه بتاعتنا. ديت السيارات اللي هي بالكهرباء، ودي السيارات اللي هي بالوقود، طبعا السيارات ديت كان اكبر من السيارات ديت، وبالتالي انت هنا وفرت كمان، بالاضافه ان انت حافظت على البيئه بتاعتك، تمام كده؟ طيب ايه هي مجالات استخدام التكنولوجيا الخضراء؟ احنا بنستخدمها في ايه؟ عندي اكتر من مجال. اول مجال من المجالات اللي احنا هنستخدمها فيها الطاقه المتجدده، اللي هي الطاقه الايه الموجوده الطبيعيه، زي مثلا ايه الطاقه الشمسيه، طبعا دي اهم حاجه او اول حاجه معانا. بعمل ايه؟ بجيب الطاقه اللي هي الالواح الشمسيه اللي هي ديت، تبدا طول النهار تبدا تستقبل الشمس، اول ما بتيجي تفتح الكشافات او كده او اللمبه او كهرباء، اي كهرباء عاديه بتبدا ايه تشتغل. طبعا هنا موفره جدا لان انت بتعتمد عليها على اشعه الشمس مستدامه، الشمس موجوده على طول معانا. طيب عندي كمان نوع تاني منها اللي هي طاقة الرياح، ودي بيستخدم فيها التوربينات اللي هي ايه عن طريق اللي هي الهواء وكده بيبدا تولد لي ايه هو الحركة بتاعت اللي ايه كهرباء. طيب ثالث نوع عندي كمان الطاقة المائية اللي هي اهيت من السدود، انشاء السدود عشان تولد الكهرباء زي السد العالي. طيب هنا الطاقة الحرارية الارضية اللي هي بتتولد من بطن الارض اللي هي بالشكل ده كده، ويبدا ان هي تكون لي برضو ايه كهرباء عندي. طيب في عندي كمان الطاقة الحيوية اللي هي بتستخدم من الايه النباتات زي الصويا والايه والذره لتوليد الطاقه، تمام كده؟ طبعا تبقى طاقه كلها ايه؟ طاقه نظيفه ومستدامه، تمام؟ يبقى دي اول نوع منها اللي هي الطاقه المتجدده اللي هي الموجوده في حياتنا على طول، شمس، رياح، مائيه، حراريه، حيويه. طيب النوع الثاني او المجال الثاني كمان اللي انا بستخدم فيها ترشيد استهلاك الطاقه واستخدامها بشكل مسؤول، زي المباني الخضراء. هنا بدأت ان في دول كتير ومصر بتعمل كده، انت نفسك بتعمل كده لما تيجي ان انت تحط في البيت عندك اللي هو ايه الزرع والكلام ده كله، تمام كده؟ فديت بتبقى ايه؟ اولا بتسهل التهويه والعزل، بتعمل حاجات كتيره جدا كمان للايه للمكان. طيب رقم اثنين كمان استخدام اجهزه كهربائيه موفره، حتى لما بتيجي تشتري تلفزيون، بتيجي تشتري كمبيوتر، الكلام ده كله بتشوف الكفاءه بتاعت البطاريه او كلام من ده، بياخد كهرباء كتير كلام من ده، هنا برضو ديت اهيت بتحدد لك الكفاءه ايه؟ ديت اللي بتستهلك الكهرباء كتير، وطبعا استهلاك الكهرباء برضو بتاثر على الجهاز الالكتروني. طيب في عندي كمان اللي هو النقل الذكي اللي هي المركبات الكهربائيه بتستخدم طاقه اللي هي زي ديت بتستخدم الكهرباء اللي ديت تنشحن اللي هي العربيات وكلام من ده. طيب في عندي كمان رقم ثلاثه من مجالات اداره النفايات ريسايكلينج، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن تدوير او اعاده التدوير، اللي احنا كنا بنقول بيبدا يجيب البلاستيك والورق والكلام من ده والمعادن الوحيدات الموجوده، وان احنا نعملها اعاده تدوير نستخدمها حتى في المدارس الاقتصاد المنزلي والكلام من ده، ان احنا بنجيب نعمل اعاده تدوير. عندك ازازه ميه ممكن تعملها مثلا زهريه، تعملها مش عارف ايه كلام من ده، تعملها مجلمه، دي اسمها اعاده ايه التدوير. طيب عندي تحويل النفايات العضويه الى سماد غني لتحسين خصوبه التربه زي دي كده، هيت بيبدا ينغسل والكلام من ده ويتحول هنا اهوت الى سماد يبدا ايه للتربه بتاعتي، تمام كده؟ يبقى هنا احنا عملنا كل حاجه. طيب تقليل كميه النفايات التي يتم انتاجها خلال استخدام واصلاح للمنتجات بتاعتي، اهيت لما انت تيجي تصلح حاجه كلام من ده بتحافظ على النفايات، وممكن ان انت حاجه تستخدمها بعد كده. طيب عندي رابع حاجه معالجه المياه اللي هي عباره عن مرحله رقمها تنقيه المياه الملوثه، اهيت ادي مراحل تنقيه المياه، تمام؟ وبالتالي ان انت بتقدر ان انت تعيد استخدام المياه مره ثانيه، الشرب
واللي ما ينفعش الشرب تستخدمه للزراعة، استخدام أنظمة ري ذكي زي اللي هي الري بالتنقيط بالشكل ده كده، إصلاح التسريبات عندك في حنفية فيها بتعمل مية كلام من ده، فبتبدأ إن أنت تصلح عشان ترشد فيه الاستهلاك بتاعك. تمام يا شباب؟ طيب في كده الأربع مجالات بتاعتك. طب إيه هي الفوائد اللي هتعود عليا من التكنولوجيا الخضراء؟ أول عندي حاجة الحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية. طبعا إحنا عمالين نقول العادم، طبعا العادم ده كله بيبدأ إن هو يعمل درجة حرارة مرتفعة، فبتبدأ إن أنت تحس دلوقتي إن درجة الحرارة يعني خرافية، حاجة عالية جدا. طب ده من إيه؟ أه ده من التغيرات المناخية اللي حصلت. طبعا هنا لما ساعدت تأثير عدم زيادة نسبة ثاني الكربون، أنت لما اشتغلت دلوقتي بوسائل المواصلات، المواصلات بتاعتك اللي هي بالكهرباء، أكيد وفرت عن الإيه ديت، بالإضافة إن هي اتغلبت على زيادة إيه ثاني أكسيد الكربون. يبقى ديت الفايدة اللي حصلت، أول فايدة اللي هي عملت على تقليل أضرار ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العادم واستخدام الكهرباء والطاقه الشمسيه. تمام، يبقى احنا ديت الايه اللي الخلاصه بتاعت الايه النقطه الاولى، فايده للحفاظ على البيئه. رقم اثنين عندي اللي هي الحفاظ على الموارد اللي هي اللي عندي الميه والكهرباء. طبعا هنا انت بترشد من الاستخدام بتاعتك. طب برشد ازاي؟ هنا مثلا ديت المياه، في عندي صنابير دلوقتي مياه بتشتغل بالحساسات، يعني اول ما حضرتك تحط ايدك كده تحت الصنبور المياه ده بيبدا ان هو ينزل الميه مباشره، اول ما تشيل ايدك بتروح جوك فالايه مباشره ديت عن طريق السنسور او الايه الحساسات. نفس الحكايه برضو الكهرباء عاده تشتغل برضو عن طريق الايه ان هو الايه الحساس، اول ما بتحس بايدك كده واقفه قدامها معناها ان انا اشتغل احرك ايدي، يبقى ان انا اعمل ايقاف للايه المصابيح الطريقه دي برضو للصنابير المياه. عندي بتاع الكهرباء اهوت السنسور بتاعي او الحساس الحركه دي طبعا عشان ان احنا نوفر استهلاك. يبقى انا عندي الحفاظ على الموارد عن طريق استخدام الحساسات. الحساسات بتعمل على ايه؟ رقم واحد ترشيد الاستهلاك، ان هي ممكن عن طريق ان هي تعمل ايقاف وتشغيل للايه المصابيح الكهربائيه الكهرباء. تمام، طيب رقم اثنين في نقطه الحفاظ على الموارد دي كمان اللي هي التكنولوجيا الطاقه الشمسيه اللي هي باستخدام الالواح اهيت، وتبدا ان انت تشغل كل الحاجات اللي انت عاوزها، تحولها الى طاقه كهربائيه وتشغلها اليه نقطه الحاجه. وخلي بالك من حاجه مهمه، طب ما الطاقه الكهربائيه، لا ده دي طاقه كهربائيه نظيفه، انا جايه منين؟ من الشمس. تمام كده. طيب الخلاصه بتاعتي في النقطه ديت كمان ان انا عندي اهوت ان هي استخدام الحساسات لترشيد الاستخدام سواء كانت مياه او كهرباء، في المياه بتتحكم فيها، في الكهرباء بنعمل تشغيل وايقاف، طبعا الاعتماد على الطاقه الشمسيه ان نظيفه، طاقه شمسيه نظيفه. طيب عندي بعد كده استخدامات اجهزه الاستشعار. ايه هي الاستخدامات اللي انا بستخدم فيها اجهزه الاستشعار او الحساسات او اللي احنا بنسميها السنسور؟ بستخدمها في ايه؟ رقم واحد بستخدمها في ضبط درجات الحراره، لو انا عاوز اضبط بيها درجات الحراره او اظبط درجات الحراره عندي. رقم اثنين تشغيل الاضواء بطرق مختلفه اللي هي عن طريق ان انت مثلا بتبدا ان هي عندية المنظم الكهرباء بتبدا ان انت ايه تتحكم في درجه الاضاءه والكلام ده كله. في اجهزه كمان زي الميكروبيت والكلام من ده بيبدا يتحكم برضه في الحاجات دي كلها. اكتشاف الدخان طبعا دي كل الناس اغلب الناس عارفاها دي كلها، في الفنادق والكلام من ده بتبقى تركب وفي المستشفيات وكده بتبدا تركب عشان لو في اي مشكله تبدا ان هو يتعرف عليها مبكر. يبقى هنا استخدامات اجهزه الاستشعار مش كانت النقطه اللي هي كانت موجوده قبل كده في الحفاظ اللي هي عباره عن الايه استرشيد الاستهلاك بس او التشغيل والايقاف، لا ده انا عندي كمان في استخدامها في ضبط درجات الحراره، في تشغيل الاضواء، في الاكتشاف الدخان والحرائق. تمام، بالاضافه الى الترشيد للاستهلاك بتاعي. تمام كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسوش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس، وانتظرونا في الدرس الثاني ان شاء الله، الدرس القادم اللي هو التحول الرقمي واهميته في حياتنا اليوميه. التوفيق والنجاح يا شباب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.